وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، في حين يستعد المتعجلون منهم للنفرة إذانا بانتهاء مناسك الحج. ومنعت السلطات السعودية أمس الحجاج من الخروج من خيامهم حتى الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وذلك للارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، موصية الحجيج بالالتزام بخطة التفويج لرمي الجمرات والبقاء داخل أماكن إقامتهم خلال فترة النهار. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنهم عالجوا مئات الحالات من الإجهاد وضربات الشمس. هذا ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تضرب البلاد في تونس اليوم موجة حر بداية من اليوم الثلاثاء، تتجاوز فيها درجات الحرارة المستويات العادية مع ظهور أشهلي. عن المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي سعد يوضح. يتميز الوضع الجوي بداية من يوم الثلاثاء 18 جوان وخلال يومي الأربعاء والخميس 19 و20 جوان 2024 بارتفاع في درجات الحرارة بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و13 درجة، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والجنوب. ومن المتوقع أن تتراوح الحرارة القصوى ما بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، ما بين 40 و 46 درجة بقية الجهات مع ظهور أشهلي. كما ينتظر أن تتراجع الحرارة تدريجيا بداية من يوم الجمعة 21 جوان. ولمجابهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، تدعو وزارة الصحة إلى العمل بجملة من التوصيات، خاصة بالنسبة إلى المسنين والأطفال والرضع والنساء والحوامل. ومن بين هذه الإجراءات شرب الماء دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، البقاء في الغرفة الأكثر برودة في المنزل، والحرص في صورة الخروج على المشي في الظل ووضع قبعات عريضة على الرأس. أيضا تفادي السباحة في أوقات ذروة الحرارة بين الساعة 10 صباحا والساعة 4 ظهرا، والانتباه إلى علامات ضربة الشمس ومن أهمها أوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم ومراجعة الطبيب. في خبر آخر، يتواصل البرنامج الاستثنائي الخاص لنقل المسافرين فترة عيد الأضحى المبارك ولإنجاح تأمين رحلات العودة. أكدت الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة لواجه تخصيص فرق مراقبة بالمحطات، مذكرة بضرورة تجنب استعمال النقل العشوائي. رئيس الغرفة عدنان علوشة. ونحكيو على الرتور نتاع الناس من مسقط الرأس إلى مناطق العمل أو جهات السكن نتاعهم. وفرنا احنا في المحطات الكل أعوان مراقبة أمنيين في المراكز نتاعهم. وزارة النقل خصت سيارات أجرة اللواج استثنائيا معناتها في المدة هذه لنهار الأربعاء نتاع بعد غدوة، أنهم ينقلوا الحرفاء كامل أنحاء الجمهورية دون التقيد بالنقاط المذكورة ببطاقة الاستغلال، باش نلقاو اللواجات في كل أنحاء الجمهورية. اللي نوصي في حرفائنا الكرام، كما روحتوا لمسقط رأسكم وسط البارحين، راهو كيف موجود اللواج فما تشكر يتقصوا بالترتيب بالأولوية. تردوا بالكم من اللي زاكوتين المحطات ما تعرف فما اللي كلوندستان، هذوكم ما يمثلوا خطر حتى وزارة التنقل متاعكم. ما تعرف كان تلقى الواجيس باش يقول لك راهو تعريفه أكثر من العادة، راهو هذاك مش تبع. وبمناسبة انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك وتفاديا للكثافة المرورية بالمدخل الجنوبي للعاصمة، أوصت وزارة الداخلية في بلاغ لها مستعملي الطريق القادمين من داخل الجمهورية نحو العاصمة باستعمال الطريق الوطنية رقم 1، وذلك بالدخول عبر المنعرج باتجاه ملعب رادس ثم مفترق المدينة الجديدة، فمفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس حلق الواد، ثم الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية، أو يمكنهم استعمال المنهرج من ناحية بنك الإسكان اتجاه قنطرة شوشة رادس. كما أوصت وزارة الداخلية باستعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مفترق الوردية 1 و2 اتجاه ساحة باب عليوة، ثم قنطرة الريفولون في الشارع المنصف باية إلى غاية شارع المغرب العربي طريق الزاد 4.
تضع الوزارة كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند ضرورة الاتصال بالرقمين التاليين 71-342-787 أو 71-343-201. في خبر آخر، تمكنت الوحدات الأمنية من أحباط 59 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، حيث تم خلال يومي 15 و16 من جوان الحالية نجدة وإنقاذ 1806 مجتاز، بينهم 18 تونسي والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، كما تم انتشال جثتين آدميتين والاحتفاظ ب 24 نفرا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء، كما تم حجز مراكب ومحركات بحرية يتم استغلالها في عمليات الإبحار خلسة وفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني. في شأن آخر، بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة إلى حدود 14 من جوان الجاري 23.3 مليار دينار، أي ما يعادل 107 أيام توريد مقابل 22.7 مليار دينار، ما يعادل 98 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق مؤشرات مالية أصدرها البنك المركزي. ويفسر تحسن هذه المدخرات بالزيادة المسجلة على مستوى عائدات السياحة، والتي سجلت إلى حدود 10 من جوان الحالية بارتفاع ب 7.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، فضلا عن تسجيل زيادات عائدات العمل بنسبة تقدر ب 3.5%. كما عرفت خدمات الدين الخارجي بدورها ارتفاعا ملحوظا ب 91.3%. وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة منذ بداية السنة وإلى حدود 10 من جوان الجاري ارتفاعا بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية وفق مؤشرات البنك المركزي. وساهمت هذه التحويلات إلى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة. في الشأن الثقافي، فاز الفيلم التونسي المبين للمخرج نداء المازني حفيظ بالجائزة الكبرى لمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية في دورته 18 التي أقيمت من 10 إلى 16 من جوان الحالي. وتحصلت بطلة الفيلم أمينة بن إسماعيل على تنويه خاص من لجنة التحكيم كأفضل ممثلة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. فلسطين المحتلة أعلن فجر اليوم عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات وسط قطاع غزة في قصف منزلين في مخيمي النصيرات والبريج، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دك تلك القوات بقذائف الهاون. وفي الضفة الغربية، توغلت القوات الصهيونية بمحيط المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس، كما اقتحمت بلدات قصر جنوب نابلس ودورة جنوب الخليل وجنوب قلقيلية وبرتعة غربي جنينة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. من جانب آخر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب في محادثات مغلقة الإسراء بسن قانون يمدد الخدمة 6 أشهر للجنود النظاميين بغزة. نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين.
الضيوف والرحمن يواصلون رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق بمشعر منى. موجة حر متوقعة اليوم، ووزارة الصحة توصي باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة تداعياتها. إحباط 59 محاولة اجتياز للحدود البحرية وانتشال جثتين. وعشرة شهداء في مجازر صهيونية جديدة بمناطق مختلفة من القطاع، والمقاومة تقصف جنود الاحتلال وآليته شرق رفح. أجمل تحية كوثر عرقوبي، إلى اللقاء.